أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مدائن صالح نسبة إلى النبي صالح عليه الصلاة والسلام؟ حيث إنني سمعت أنها منسوبة إلى شخص اسمه صالح من بني تميم، وليست إلى النبي صالح عليه الصلاة والسلام. هذا كذاب اللي يقول هذا، هي نسبة إلى صالح النبي، نسبة إلى صالح النبي، لأنها في البلاد التي نشأ فيها صالح ودعا قومه. نعم.